ياسر قنطوش المستشار القانوني للنقابة. أستاذ ياسر أهلا بيك. أهلا بك وقلبي. أستاذ ياسر، يعني هسألك نفس السؤال، مين اللي أقحم، مين اللي أدخل عملاق باسم وقيمة وقامة هاني شاكر في أتون هذه الصراعات والصدمات؟ بص يا والدي، انت حضرتك قلت جمله. احنا عندنا كام هاني شاكر؟ ما فيش غير واحد في مصر اسمه هاني شاكر، اه طبعا. بقيمته وقامته وعطائه. على فكره كل اللي بيتقال على النقابه ما فيش اي مخالفه موجوده في فطره هاني شاكر، كل دي حاجات سابقه. هو بيتحاسب عليها ازاي؟ مش فاهم. وناس بتدخله في صراعات هو بعيد عنها كل البعد. اه، وكلها مخالفات الحقيقه احنا ناقشناها قبل كده في فترات سابقه متعلقه بالنقاب، وهو معلومات انه هاني شاكر يحيل حتى اي حاجه للنيابه على الفور. يعني دي حقيقة، ما بيستطرش على حاجة، أي مخالفة عنده بيبلغنا فورا، نشوف إجراءاتها إيه. بس هو اللي مزعله يعني كبني آدم بيحافظ على مشاعره ومشاعر أسرته وأحاسيسه، إن الناس سايبة بقى الموضوع ده كلها وبتفرخ لشخص هاني شاكر. يعني في بني آدم سوري، يعني هو شغال طبال شغلته كده، طالع ملوش شغلة، مش عارف ممول من مين، حد مموله، طلع كل يوم سايب كل حاجة يقول له يا أستاذ هاني يا كذا الفاظ. انا قلت له ما اشوفش الفيديو من بشاعته اللي عامله عليه، ومع ذلك هو راجل خد الطريق القانوني وتوجهنا لرفع جنحه مباشره عليه ومحضر واتحبس. وبعد ما اتحبس بكل مشاعر الانسانيه والذوق قال لي يا ياسر الساعه 2 بالليل انا مش قادر انام، الراجل ده اولادي يا استاذ هاني، ده راجل بيشتمك وشتم اسرتك وشتم اولادك. قال لي لا انا عايزك تتنازل بعد اذنك. بعد كل ده رحنا اتنازلنا، يفاجئ ان الناس عاملين له صفحه هناك كلنا سيد الابيض، سيد الابيض عملوه بطل. ما هو ده اللي لا، مزعل. انا مش عايز الحقيقه، مش عايز اذكر اسماء حد، ومش عايز، لانه الحقيقه يعني هو المساله البني ادم ده لما تنزل له برغم كل الاتهامات والاهانات اللي اتوجهت له على مدى اكثر من 12 فيديو، ملوش حاجه غير الشخص هاني شاكر، مفيش مشكله بيتعرض لها في النقابه، ما بقاش مخالفه واحده عنده، كل دي حاجات قديمه هو جاي بيدفع فاتوره ناس سابقه. انت فاهمني يا والدي؟ اه هو على فكره انا حاولت يعمل معاك مع حضرتك مداخله، قال لي انا مش قادر اتكلم يا ياسر، ونفسيته زي الزفت. الراجل مش عايز اقول لك يعني ياخد واحد. انا مقدر تماما مشاعر الاحباط، لاني اعلم انه هاني شاكر مرهف الحس الى حد كبير، وعارف انه حجم الاحباط اللي يمكن انه يسيطر عليه بسبب كل ما اثير. لكن يعني اذا انا حتى عندي يعني رسائل كلها متضامنه مع هاني شاكر، اذا هاني شاكر هنا هيستجيب لنداءات الجميع بأنهم لا عايزينه في نقابة الموسيقيين، فيعني أنا أتمنى أن تكون ده يعني في مظلة لحماية هاني شاكر من الهفوات التي تحدث ومن الصراعات والصدمات. ويجب كمان أن احنا نمسك في اسم هاني شاكر وفي قيمة ومكانة هاني شاكر. أنا بشكرك يا أستاذ ياسر، ألف شكر، و